السلام عليكم البنات ومرحبا بكم معايا فيديو جديد. نتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ما شاء الله جيتكم بروتين جديد وطلبيه جديده اللي فريمون هذا الروتين هذا كان مميز بالنسبه ليا. داكشي علاش قررت انني نشارك معكم واخا كان مزروب مزروب بزاف بزاف. هاد لاكوموند هادي فكانوا زوج ديال الطلبيات في نفس الوقت في نفس اليوم وفي نفس الساعه خرجتهم وكانوا تقريبا يعني في بنفس لو تيم. لاكوموند كان عندي فيها كيك او كيكة الارقام، واحدة ديال عام واحدة ديال 6 سنوات. اتمنى حبيباتي من كل قلبي انكم تتبعوا الفيديو حتى الاخر، لان كيف ما سبق لي وذكرت راه واحد الروتين اللي هو مميز وغادي تستفدوا معايا ان شاء الله بزاف بزاف بالنسبة للمبتدئات اللي يلاه غادي يبداو يشدوا بحال هاد لي كوموند هادو. صراحة فيهم الفلوس وما فيهمش بزاف ديال التمارة وما كيديوش بزاف ديال الوقت وما كيديوش حتى بزاف يعني ديال بزاف ديال الخدمة. بالنسبة لهاد التورتات بزوج فكانوا بزوج ديال الأدواق وزوج ديال الكريمات. السيدة اللي طلبات ديال رقم 1 بغاتها بالفاني، واللي طلبات ديال رقم 6 بغاتها بالشوكولا. غادي تشوفوا معايا واحد زوج ديال الكريمات اللي كيجيو رائعين وكيبقاو عاقدين وشادين، يعني واخا تصيفطوا لاكوموند ديالكم بعيدة حتى ساعة ساعتين ديال الطريق ما تخافوش عليها نهائيا. ما تنساوش حبيباتي الا كانت هذه اول مره غتشوفوا القناه ديالي تشتركوا وتفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بجديد الفيديوهات ديالي. وايضا ما تنساونيش بلي لايك ديالكم وتبارطاجيو الفيديو مع كاع الناس اللي كتعرفوا باش تعم الفائده وباش تزيدوا تشجعوني. وخليكم دابا مع المكونات وطريقه التحضير بالتفصيل الممل، وغادي نشارك معكم ايضا ان شاء الله ثمن البيع ديال هاد الكيكات هادو او لهاد النمبر كيك هادو. وايضا غادي نشارك معكم الوزن ديال كل وحده. الحاجه البنات غادي نحتاجها هو غادي نحتاج الجينواز. بالنسبه للجينواز انا شاركتها معكم في الفيديو اللي قبل من هذا بالتفصيل الممل، غادي نترك لكم الرابط ديالو لتحت في صندوق الوصف. بالنسبه الحلوه اللي غادي نديرها بالفاني غادي نحتاج فيها جينواز ديال 5 بيضات ديال الفاني. اما بالنسبه للحلوه اللي غادي نديرها بالكاكاو فغادي نحتاج فيها هنايا جوج ديال الجينوازات ديال 4 البيضات، لان رقم 6 جاي شويه عريض يعني ضروري خاصني الجينواز تكون شويه عريضه. انا هنا درت جوج ديال الجينوازات ديال رقم عفوا ديال 4 بيضات، كل وحده فيها 4 البيضات. اللي عندها لاطه كبيره تقدر دير غير جينواز وحده وتقسمها على زوج. غادي نحتاج هنايا الارقام. بالنسبه للارقام انا كنحضرهم بالكرتون كيف ما شفتوا معايا، عندي من 1 حتى ل9 كنحضرهم وكنخليهم عندي، كيبقاو لي دائما هادو ديال الكرتون، يعني ما تخافوش انهم يضيعوا لكم ولا غير احتفظوا بهم في واحد العلبه اللي تكون يعني محكومه وخليوهم كل ما تجيكم شي طالبيه غتخدموا بهم. بالنسبه للطريقه فكترسموا الرقم اللي بغيتو ومن بعد كتقطعوه كيف ما كتشوفوا معايا على هذا الشكل هذا وكتخليوهم عندكم كيبقاو عندكم دائما. هنايا صافي كيف ما شفتوا معايا انا هنايا خديت الارقام اللي عندي، عندي رقم 1 ورقم 6. اول حاجه غادي نتراسي باش نقطع هنايا الارقام ديالي، كيف ما شفتوا غادي نحط الرقم على الجينواز وغادي نبدا هكذا نقطع بواحد الموس اللي غيكون شويه مسنن. انا هنا الجينواز ما برداتش عندي بزاف بزاف، داكشي علاش غتلاحظوها بحال شويه كتفرتت، لكن نتوما خليوها تبات. انا هنايا كيف ما سبق لي وذكرت راه لا كوموند كانت عندي مزروبه، يعني ما كانش عندي الوقت باش غادي نخليها تبات. حضرت الجينواز في الصباح في العشيه اولا من ورا 12 دزت مباشره باش نقطعها، يعني خليتها بردات غير واحد الساعه اولا ما وصلاش. هانتوما البنات كيف ما شفتوا معايا الطريقه، راه خديت غير الموس وبديت هكذا كنقطع على داك الرقم اللي عندي، قطعت القياس ديالو بالضبط. المهم انا درتو شويه، درت شويه ديال العرض لان المهم بغيتو شويه يجي عريض على حساب الجنواز راه عندي كافيه. وصافي هكذا حيدت دوك لي شويت اللي كيبقاو هكذا مع الجناب وصافي قطعت كيف ما كتشوفوا الرقم كيف ما عندي في الكرتون. طريقه راه سهله جدا، يعني ماشي في ما فيهاش بزاف ديال التعقيدات. لا بعض المرات كنشوفوا بحال هاد الحلويات هادو اولا بحال هاد لا طارت هادو كيبانوا راهم معقدين، ولكن هما راهم ساهلين ما كاينش اسهل منهم، يعني اي مبتدئه تقدر تحضرهم. صافي هنا كيف ما شفتوا معايا انا قطعت رقم 1. هنايا ملي كتكونوا تقطعوا البنات حاولوا تقطعوا على الوجه ديال الجنواز اللي كيكون في الاسفل. كيف ما شفتوا معايا انا راه قلبت الجنواز عاد وبديت كنقطع باش هكذا ما يعني نضمن انها ما تجينيش مفرته من الوجه اللي غادي نديرو من الفوق، لان هذا هو اللي غادي يكون الوجه ديال التورته ديالنا. نفس الشيء ايضا بالنسبه لرقم 6 حتى هو كيف ما شفتوا معايا حطيته فوق الجينواز وبديت هكذا كنقطع على داك الرقم اللي عندي. ها نتوما البنات كيف ما كتشوفوا الطريقه جد سهله ما كاينش اسهل منها، اهم شيء ان يكون الموس مسنن باش يساعدكم في الخدمه.
صافي كيف ما شفتوا معايا كنحيد داك الزوائد. بالنسبه لرقم 6 بما ان عنده فيه عندي فيه هكذا واحد الحفيره في الوسط حتى هي غادي نحاول هكذا انني نقطع عليها كيف ما راها عندي في الكرتون. صافي غادي هكا ندير نفس الشيء ايضا غادي نديرو بالنسبه للجينواز الثانيه باش غادي نتحصل على جوج ديال الطبقات. ضروري خصو يكون عندي جوج ديال الطبقات، تقدروا ديروا حتى لثلاثه ديال الطبقات لكن جوج ديال الطبقات كيجيو يعني كيجيو هما هادوك. انا هنا غادي نقطع هاد الجينواز الثانيه. صافي البنات هنا كيف ما شفتوا معايا من بعد ما قطعتهم وضعتهم في واحد البلاطو وغادي نتركهم على جنب. غادي ندوز هنا مباشره باش نحضر معكم الكريمات بزوج اللي غادي نحضر بهم هاد لي طارت هادو. بالنسبه للكريمه الاولى انا هنا عندي الكريم غاناج مونتي. بالنسبه لهاد الكريم غاناج مونتي راني ديجا مشاركاها معكم في القناه، غادي نترك لكم الرابط ديالها لتحت في صندوق الوصف. احتاجيت فيها 500 غرام ديال الشوكولات، انا استعملت هنا شوكولا غيش واحتاجيت معها 500 مليليتر ديال الكريمه السائله. كتاخذوا لا كريم كديروها فوق فواحد الكاسرونه حتى كتوصل درجه الغليان وكتخويوها مباشره على الشوكولاته ديالكم وكتخليو داك وكتحركو مزيان مزيان وكتخليو داك الكاناج في الثلاجه يبرد. من الاحسن يبات ليله كامله، انا هنا ما خليتوش يبات ليله كامله داكشي علاش راني درتو في المجمد. بالنسبه للكريمه راني وريتها لكم النوعيه اللي كنستعمل دائما واللي هي ماجيك، هذه دائما كنستعملها. بالنسبه للكريمه الثانيه اللي غادي نحتاجها بالفاني عندي هنايا 500 مليليتر ديال الكريمه السائله، نفس الكريمه اللي وريت لكم هي ماجيك. الكريمه عندي نصف لتر. غادي نحتاج معاها كاس صغير ديال السكر حبيبات ما يعادل 100 غرام ديال السكر، اللي ما كيبغيش الحلاوه يقدر ينقص. وغادي نحتاج هنايا واحد 250 غرام ديال الجبن الماسكاربون. بالنسبه لهاد الكريمه هادي بالماسكاربون راه كتجي بنينه بزاف، اللي ما متوفرش على الماسكاربون تقدر تستعمل اي جبن طري متوفر عندها، سواء جبلي سواء كيري فيلادلفيا اللي متوفر عندكم. وغادي نحتاج هنايا واحد الكيس ديال السكر بنكهه الفانيليا. هنايا انا البنات راه كنخدم منه ومنه، يعني كنضرب زوج ديال العصافير بحجر واحد. هنايا درت هاد الكريم غاناش مونتي تدرب حتى تطلع ويضعف الحجم ديالها وترجع كريمه عاقده ومتماسكه. وغادي ندوز هنايا مباشره باش نحضر الكريمه ديال الفاني. هنايا درت هاد الماسكاربون هذا في واحد الاناء، ضفت عليه السكر وضفت عليه الفاني وغادي نضربو بالدراب الكهربائي اولا بالباتور. غادي نضرب هاد الكريمه مزيان مزيان حتى كترجع كريميه ما كتبقاش هكذيك عاقده وكتحسوا بحال كيضعف الحجم ديالها شويه. تقريبا كتاخذ منكم واحد 7 دقائق اولا 8 دقائق ديال التخلاط على سرعه اللي هي عاليه. هانتوما البنات شوفوا معايا كيفاش كيرجع القوام ديال هاد الكريمه هادي. صافي غادي نخليها على جنب وغادي ندوز باش نحضر نطلع الكريم فريش. الكريم فريش المهم راكم عارفين الطريقه كيفاش تطلعوها، غير هنا اهم شيء ما تطلعوهاش كامله حتى تعقد وتوقف، خليوها شويه خفيفه باش ملي غادي نضيف عليها هاد الكريمه اللي عندي ديال الجبن غادي نزيد نطلعها ما تطيحش معايا. صافي هنايا غادي نوضع هاد الكريمه اللي عندي كامله كيف ما شفتوا معايا وغادي نزيد ندرب الكريمه ديالي حتى تعقد وتوقف مزيان مزيان. وباش تعرفوا بان الكريمه ديالكم راها واجده كتاخذوا داك الاناء وكتقلبوا هكا على وجهه ما كطيحش لكم ديك الكريمه نهائيا، ديك الساعات كتعرفوا بان الكريمه راها واجده وكيكون هذا هو القوام ديالها كيف ما شفتوا معايا. هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا انا راه كنقلب الاناء ما كتهبطش معايا ديك الكريمه نهائيا. هنا الكريم غاناش حتى هي راها وجدات وكيف ما كتشوفوا راها عقادت. الميزه اللي في هذه الكريمه هذه البنات واخا تدربوها حتى 20 دقيقه ما كت يعني ما كترجعش لكم بحال الزبده كيف ما الكريمه ملي كتكون هكذاك سائله الا فوتوا فيها التخلاط بحال كترجع بحال الزبده. مهم صافي وجدت الكريمات ديالي بجوج باش غادي نحضر هاد لي طارت هادو. لي جينواز ديالي هما هادو صافي من بعد ما كيف ما شفتو وجدتهم انا هنا ملي قطعتهم راه وضعتهم في الثلاجه باش يزيدوا يبردوا واحد شويه. غادي نشارك معكم هنا البنات الاشياء اللي غادي نحتاجها في التزيين. هنا عندي لا موغانغ حضرتها بهذا اللون هذا الازرق. بالنسبه للاموغانغ راه انا اللي حضرتها في البيت، الا كنتو مهتمين وبغيتوني نشاركها معكم غير خليوها ليا في لي كومونتير انا ان شاء الله نشاركها معكم. حضرتها بجوج ديال الاشكال، وريضات اللي هما كبارين وواحد الوريضات صغيورين. هنا غادي نحتاج ايضا الفريز حتى هو غادي نحتاجه في التزيين. وعندي هنايا بعض الانواع ديال البسكوي، هنا عندي كيندر عندي اوريو عندي هنايا ام ان امز وعندي كيت كات وعندي المهم بزاف ديال الانواع ديال الشوكولات. نتوما استعملوا اللي متوفر عندكم،
اهم شيء ان هاد لي تارت هادو تحضرهم بانواع ديال الشوكولات اللي تكون شويه يعني شويه فاخره كيف ما كنقولوا. وعندي حتى هاد الشوكولات هادي ديال الدولار حتى هي، لان هاد لي نمبر كيك هادو كيطيحوا شويه غالي، يعني كيتباعوا شويه غالي، داكشي علاش ضروري ما ديروا فيهم اشياء اللي هي شويه غاليه. وعندي ايضا هاد لي تابليت هادو ديال الشوكولات، راه حضرتهم غير بالشوكولات الشوكولات كالا دوبتو وضفت له شويه ديال الملون الازرق يكون خاص بالشوكولات، وضعتهم في هاد السيليكون هادو اللي كيف ما كتشوفوا معايا راه كيتباع عند بائعي مستلزمات الحلويات. غير شنو هي الثمن ديالو شويه طالع، داير يمكن شي 25 درهم وغير صغير. هنايا وضعت الكريمات ديالي في البوش كيف ما شفتوا معايا. غادي ندوز دابا للمرحله ديال المونتاج. اول حاجه البنات ملي كنمونطيو هاد الحلوه هادي ديال الارقام ضروري ما نوضعوها مباشره فوق داك البلاطو او لا داك الاطار او اللي غادي نوضعوا فيه او لا داك الكرتون، المهم اللي غادي نوضعوا فيه الحلوه اللي غادي نقدموها فيه مباشره. كنوضع الجينواز الطبقه الاولى، كنسقيها بالسيرو. بالنسبه للسيرو راه درت كاس ديال السكر صغير مع زوج كيسان ديال الماء، درتهم فوق البوطه كيغليو وضفت لهم شويه ديال الروح ديال الحامض وصافي خليته حتى برد، وديك الساعات عاد بديت نسقي به الجينواز ديالي. هنا بالنسبه للبنات الكريمه راه وضعتها في البوش، ولكن درت لها داك القمع ماشي مسنن عادي، ما فيه يعني ماشي مسنن، جاي هكذا سامبل. وبديت هكذا ندير هاد الوريضات هكذا فوق الجينواز ديالي كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نعمرها كلها بهذا الشكل هذا، وغادي نوضع الطبقه الثانيه ديال الجينواز، لكن حاولوا انكم توضعوها مباشره فوق الاخرى، يعني كيجيو مقادين كما الجينواز التحتانيه كما الجينواز اللي الفوق كيجيو مقادين. وغادي ايضا نسقي الجينواز بالسيرو، حتى ديك الجينواز اللي كتجي الفوق كنسقيها بالسيرو. انا هنايا السيده طلبات الجينواز انها تكون شويه مشربه تكون فازقه مزيان، اللي ما كتبغيش الجينواز تجي فازقه بزاف تقدروا ديروا غير واحد الكميه قليله ديال الجينواز. ايضا هنا بنفس الطريقه كيف ما شفتوا معايا كنوضع الكريمه ديالي بهذا الشكل هذا، كنبدا بالجناب هما الاولين باش حتى الا ما تبقاتش الكريمه يعني بزاف تقدروا في الوسط ديروا هكذا غير كميه قليله، لان في الوسط راه غادي تغطى كلها وغادي تزين كلها. صافي المهم انا غادي نستمر هكذا حتى نعمر كاع الوجه ديال الجينواز ديالي. وغادي ندوز دابا للمرحله ديال التزيين. هنا بالنسبه للتزيين زينوا بطريقه اللي هي عشوائيه، شحال ما كان هاد التزيين عشوائي شحال ما كيجيو هاد الكيكات هادو كيجيو ورقيين اكثر. المهم انا غير ديك الشوكولاته حاولت هكذا انني نقسمها طريفات وكنوضعها هكذا فوق الكريمه. وايضا هذوك الشوكولاته ديال الدولار حتى هي كنوضعها هكذا بشكل عشوائي. نفس الشيء ايضا بالنسبه لدوك لا مورينغ او لا الاوريو او لا، المهم كل شيء. غير هنايا البنات هذه الكميه اللي شفتوا معايا راه قسمتها على زوج، النصف درتو في هذه الحلوه هذه او هاد الجينواز هذه، والنصف الثاني راه غادي نخليه باش نوضعه في الحلوه الثانيه باش هكذا نزين يعني بزوج في نفس الوقت. ايضا هكذا كيف ما شفتوا معايا زينت بدوك الوريضات ديال لا مورينغ، وزينت ايضا بدوك لي طابليت هكا ديال الشوكولات. هادو البنات كيجيو رائعين في التزيين وكيجيو راقيين. غادي نشارك معكم ان شاء الله ايضا واحد التورته اخرى او واحد الحلوه ديال عيد الميلاد اخرى مزينه بها بهاد مزينتها بهاد لي طابليت هادو ديال الشوكولات، حتى هي جات رائعه. ايضا هنايا كيف ما شفتوا معايا زينت بشويه ديال الفخيز، قسمت كل حبه على اربعه، وزينت ايضا بدوك الشوكولات ديال امانامز. نفس الشيء ايضا بالنسبه للجينواز رقم 6 حتى هي وضعتها في هاد الكرتون هذا كيف ما كتشوفوا معايا، وبديت كنسقيها حتى هي بنفس الطريقه. وغادي نوضع هنايا لا كريم غاناش مونتي ديال الشوكولات الاسود، غادي نوضعها هكذا كيف ما شفتوا معايا بنفس الطريقه. كنبدا مع الجناب هنا ايضا نفس الشيء بالنسبه لذاك القمع ما كيكونش مسنن، اللي بغات الشكل ديالو يجي مسنن تقدر دير القمع مسنن، لكن انا كنفضل ان هاد النوع هادو ديال هاد الكيك هذا من الاحسن ديروا هاد البوش ما يكونش مسنن. صافي هنا كيف ما شفتوا معايا انا كملت الطبقه الاولى ديال الكريمه، وضعت ايضا الطبقه الثانيه ديال الجينواز، وغادي نسقيها ايضا بنفس الطريقه كيف ما كتشوفوا معايا. وغادي نوضع هنايا ايضا مباشره من بعد ما غادي ندير السيرو الطبقه الثانيه ديال الكريمه بنفس الطريقه اللي درت بها الطبقه الاولى، راه كندير بها الطبقه الثانيه. انتم البنات كيف ما كتشوفوا معايا راه الطريقه جد سهله، وحتى كيف ما سبق لي وذكرت بالنسبه للمبتدئات ما غيحصلوش نهائيا في هذا الكيك هذا ديال الارقام.
المهم صافي كيف ما شفتوا معايا غادي هكا نستمر بنفس الطريقه حتى نعمر الوجه ديال الحلوه ديالي كامله. البنات الا لاحظتوا كيف ما سبق ليا وذكرت معكم راه الوجه اللي كيكون لتحت ديال الجينواز هو اللي غادي نوضعه في الواجهه ديال الحلوه ديالي كيف ما شفتوا معايا. ايضا هنا بنفس الطريقه غادي نزين هاد الحلوه هذه ايضا بدوك الانصاف ديال الشوكولات وديال الاوريو وديال المارينغ. غير هنايا غادي ندير دوك الوريدات الكبار ديال المارينغ لان هنايا هاد الرقم 6 شويه عرض وشويه كبير. ايضا نفس الشيء غادي ندير دوك الشوكولات ديال الدولار حتى هي غنديرها كنزين بها كيف ما سبق ليا وذكرت راه شحال ما زينتو هاد الحلوه هذه شحال ما كتجي راقيه اكثر وكتجي حتى في المنظر ديالها كيجي زوين. هانتوما البنات انا راه زينت بهادو اللي كيجيو شويه كبارين وغادي نزين ايضا حتى بدوك الصغيورين. هنا علاش درت رقم واحد درت فيه غير دوك الصغيورين لان رقم واحد يلاه عام كيف ما شفتو ما خصهاش تجي يعني مشارجيه بزاف بلا ميرينغ. ايضا غادي نزين بهاد الشوكولات ديال الامانات وغادي نزين حتى بالفخيز. الفخيز كيف ما سبق ليا وذكرت راه قسمت كل حبه على اربعه تقدروا تقسموا غير على زوج اولا توضعوا هكذا حبات ديال الفريز الا كانوا صغيورين توضعوهم هكذا كاملين. ونفس الشيء ايضا غادي ندير هادوك الطابلات ديال الشوكولات اللي درتو باللون الازرق. هنا البنات راه بزوجهم كانوا وليدات غير وحده بغات بالشوكولات وحده بغات بالفاني. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال النمبر كيك اولا كيكه الارقام ديالي اللي بصراحه جات اكثر من رائعه. وصراحه راه السيدات اللي خداوهم من عندي رجعوا شكروني وعجبوهم بزاف بزاف. بالنسبه للثمن البنات باش كنخرج هذا النمبر كيك هذا فكنخرجهم ما بين 140 درهم و 150 درهم للكيلو يعني على حسب باش مفينين وباش مزينين. بالنسبه للكيكه ديال رقم واحد فكان فيها كيلو و 150 غرام خرجتها ب 150 درهم. اما بالنسبه لهاد الكيكه ديال رقم 6 فكانت فيها كيلو و 700 غرام خرجتها ب 200 درهم بالضبط. حبيباتي الفيديو ديالي هنا غادي يسالي ونتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا ونتمنى انكم ما تنسونيش باللايك ديالكم وبالبارتاج. وغادي نخليكم دابا الى فيديو جاي ان شاء الله. الى اللقاء.